السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كما كتشوفوا في العنوان، تجهيزات تعارف. اللي كما كنعرفوا تجهيزات تعارف يعني كيكون تعارف بين العروس والعروسة، يعني عائلة العريس وعائلة العروسة، وحنايا من عائلة العروسة اللي الله يكمل عليهم بالخير وباش ما كيتمناو ان شاء الله، والعقوبة لكاع اللي كيتمنى شي حاجة الله يفرحوا بها ان شاء الله يا ربي. وكما كتشوفوا الفيديو راه درت لكم يعني من الالف حتى الياء، راه الفيديو فيه تفاصيل. بالنسبة لهذا المحل صراحة مشينا عنده كل شيء تبارك الله، يعني كما كتشوفوها وعنده يعني أي حاجة كتخص الدار كاينة فيه. من هنا اللي خدينا البرارد وفين كتحطوا التقاوت، يعني عاتي عنده لي شوا بزاف، عاتي راه كتحيري وحق الله، يعني ما كتعرفي ما تاخدي، كتقولي ناخد هذا خاصو يجي مع هذا. حنايا خدينا التام يعني اللي يكون يناسب الدوري ويناسب الذهبي. هانتوما كيما كتشوفوا معايا راه درت لكم دوره يعني تقريبا كامله، نقولوا كامله، فيه يعني في الصواني الاخر كاع داكشي التقليدي اللي زعما اللي تحتاجوه كاين فيه تبارك الله. كما كتشوفوا راه فيه داكشي البلدي وفيه داكشي اللي زعما مودرن، بلدي مودرن. بالنسبه اللي خارج جديد هو هاد البلاطوات ديال المرايا، انا بدا حماقيت عليهم تبارك الله، يعني راه فنين، وحتى في الديكور كيجيو غزالين، يعني كيعطيو واحد المنظر زوين بزاف. راه نتوما كتشوفوا كاينين هادو اللي فيهم ثلاثه طبقات، كاين هادو المربعين، هاد الفراقه المربعه، كاين المفرقه مدوره. حنا خدينا الدوري، راه دابا نوريها لكم. شوفوا الكيسان كي دايرين، يعني كاين كاع الزواقات اللي تبغي، وكاينين العاديين سامبل، وكاينين اللي مزوقين فيهم لي كولور هكا، وكاين اللي فيهم البيض والكحل. انا بعدا عجبوني دوك البيض والكحل هادو. بالنسبه لهادو تا هما عجبوني، كتقدري تحطي فيهم الورد، تحطي فيهم الشكلاط، تحطي فيهم التقاوت، اي حاجه بغيتوها. شوفوا هذه ديال الزهر تبارك الله، شوف كي دايره. بالنسبه لهذا الشيء ديال البرارد اللي كيتحطوا تحت من البرارد، تا هما هادو الديكورات. شوفوا هاد الناب هذا، راه هو اللي خرج هاد العام، وراه في الفيديو نيت راه درت لكم كل حاجه، درت ليها الثمن ديالها باش يعني تعرفوا الاثمنه اللي كاينين. شوفوا فحال هاد الديكورات ديال المكانه شحال كيجيو كيحمقوا صراحه، فنين ما شاء الله. عنده الكوكوطات، الكاسرونات، اي حاجه اي حاجه زعما اللوازم ديال الدار راه كاينه. بالنسبه لهذا الشيء اللي خدينا راه نحط لكم كل حاجه بالثمن ديالها نحطها لكم. بالنسبه للحلوه راه كنا ضمنناها قبل، داكشي التقاوت خديناه، كلشي خديناه، يعني فهمتي صافي، بقى لنا غير دابا نستفو كلشي ونحطو كل حاجه في بلاصتها. الصراحه في اي مناسبه كتكون واحد الخلعه، ولكن كل حاجه كتبناها في ورقه وستيلو باش اي حاجه ما نساوهاش، حيت فاش كتخرجي بزاف د الحوايج كيبانوا لك كتبقاي تقولي نشري هذه ونشري هذه، في الاخر كتلقاي راسك ناسيه شي حاجه ولا هكا. اللهم ورقه وستيلو يعني كتعرفي كل حاجه شنو خديتي وشنو اللي بقى لك. بالنسبه لهذاك المحل اللي وريتكم، ما نوريكم شنو خدينا من عنده. المهم خدينا من عنده هادو، كيجيو بمرايا زوينين تبارك الله. هادو كدير فيهم داكشي ديال التقاوت، اللوز، بيستاج، اكاجو. كاينين هادو كيجيو على هاد الشكل، هاهما. بالنسبه للبراد راه هو هذا باش كيجي مع داك بلاطو ذهبي ويجي مع بلاطو فضي بجوج، ها هو. هادو ديال البراد نوريكم، كاين هذا هاد الشكل اللي خرج. بالنسبه للناب بغيت نديرو لكم في الطبله باش تشوفوا كيفاش كيجي وكيفاش كيعطي المنظر، صراحه سامبل وزوين، وما كنظنش انه يدي موضه من بعد حيت ما فيش زواقات يعني مشارجين. كاينه هذه فراقه صراحه تبارك الله ما شاء الله فنه، دي حمقاتني. شوفوا الديزاين ديالها كي داير،
كاين هذا البلاطو حتى هو كيجي ذهبي وفضي. كاين هذا البراد هذا الكبير. كيكون كبر من الاخر. كاين اللوز وصابلي. المهم اي حاجه انا موجوده ان شاء الله غنصورها لكم باش تشوفوا معنا التجهيزات كيفاش كيكونوا وشنو درنا. خليكم معنا. بالنسبه في الطبله قلنا نزيدوا كيكه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير درت 5 البيضات هما الاولين مع كاين المول عندنا شويه كبير ايوا ضروري خاصني ندير 5 البيضات مع الطريس كندير 4 البيضات فيه. المهم نتوما والمول اللي عندكم. كنزيد عليها كاس ديال السكر قبصه ديال الملح وساشيه ديال الفاني. من بعد كنبداو نخلطوا كلشي وكنبداو نزيدوا الزيت بالتدريج. بالنسبه للزيت درت كاس ما عامرش. من بعد ما كيتخلط ليا كلشي مع بعضياته كنبدا نزيد كاس ديال الياغورت بنكهه الموز ضروري بنكهه الموز وكنخلط شويه ومن بعد كنكب الخليط باش كنبدا نزيد الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق كنبقى نزيد غير بالمعلقه بحال هكا حتى كنشوف القوام اللي زعما يناسب الكيكه كما تشوفوا وعاد كنحبس. وكنزيد ضروري خاصني نزيد معاهم في الوسط ديال الخليط كنزيد الخمارات ندير 3 ديال الخمارات. وهنايا كنزيد الخمارات الحلوة درت 3 كما قلت لكم وكنبقى نحرك هذاك الخمارات الحلوة حتى كتدخل في الخليط عاد كنكمل الكمية ديال الدقيق. انا فحال هكا كنفضل ندير الخمارات في الوسط يعني ما كيعجبنيش نديرها في الاول ولا نديرها في الاخر كيعجبني نديرها في الوسط كتجيني هكا احسن ما عرفتش. المهم هذا هو الراي ديالي. هنايا زدت مبشور ديال الحامض يعني اختياري كيبقى اختياري. اصلا نكهه الموز اللي كتكون في الياغورت كتعطي واحد المذاق فحال دوك الكيكات ديال زمان اللي ديال شحال هادي فاش كنا صغار. وحتى الريحه كتكون زوينه بزاف ما كتبقاش ريحه الزفاف ديال البيض. المهم كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى كيعطيني هذا القوام هذا عاد صافي كنحبس. صافي كندهن هنايا المول ديالي بالزبده والدقيق باش ما يتلصقش واخا يكون يعني المول يعني دوك اللي ما كيتلصقش ولكن كنخاف ضروري كندير الزبده والدقيق. وبالنسبه للطياب كنطيبوها من التحت يعني بحراره 180 درجه عاد الى ما بانتش لنا تحمرات من الفوق عاد كنشعلوا الفوق. بالنسبه لطريقه الزين كتبقى اختياريه يعني كل واحد وشنو باغي يدير. ومنين كتبرد عاد كنحيدها من المول باش ما تقسمش ليا. وبالنسبه للتزيين انا دهنتها هنايا بالعسل ولا بالكونفيتير ديال المشمش اللي عندكم ودرت ليها اللوز ايفيلي هكا وعاد دردرت عليها السكر كلاصي كيعطي واحد المنظر زوين داك السكر كلاصي. هانتوما كيفاش كتجي يعني كتجي زوينه وخفيفه. هنايا كنا مسحنا التمر يعني كتمسحوه بمنديل ولا منديل فيه الزهر كيعطي واحد الريحه زوينه وكنا حليناه باش نعمرو به القرقع. وهنايا الغد ليه هو فين كنا كنعمرو هادشي باش نحطوه في الفراقه. ودابا جا وقت التساف يعني كنعرفو شنو اللي خاصنا وشنو اللي كاين. ديري دابا هاد الماء ندير التمر والفوق منه غندير هذا.
وهنايا كنا مشينا نجيبو لي طاخت صواغي اللي كاينين، كنا دومونديناهم هما ولي ماكارون. بالنسبه لهاد الباتيسري ايغرو راه معروف في الخميسات الصراحه، هو اللي كيبان ليا نقي وزوين عنده داك الشيء. جربناه وصراحه ما حشمناش. بالنسبه لهاد لي طاخت صواغي راه ما كتشوفوا عتي راه بنان 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 واحد الدرجه بزاف، وكل وحده عندها المذاق ديالها. وشوفوا هادو اللي لتحت هما حمقوني. اما بالنسبه لي ماكارون كانوا زوينين، ولكن حسيت بانهم انهم مغليينهم، حيت داير لهم 5 دراهم الوحده، في لي سوبر مارشي كتلقايهم دايرينهم 3.5 دراهم، يعني 70 ريال. وهنايا كنكملوا التحضيرات، كنمسحوا هادو باش ما يكونوش فيهم لا غبره لا والو، حيت راكم عارفين راه واخا في المحل ضروري كتكون فيهم الغبره. وصافي هنايا اللمسات الاخيره كنديروها وكنحطو باش كنعرفوا شنو اللي باقي لينا. بالنسبه للبنات يعني خاصكم ضروري تكونوا عارفين يعني امتى يجوا عندكم. حنايا دابا كانوا جايين عندنا من مور العصر، يعني يديروا الكوتا عندنا. صافي هنايا كنا سالينا. بالنسبه لشوفوا كيفاش كيجي هاد الفراقه، كتعطي واحد المنظر زوين بزاف. عشان انا بدات تبارك الله حمقاتني ما شاء الله. بالنسبه لداك التبصيل كنرافقوه مع الحليب باش كنقدموه في الاول. تتخليو ليا في لي كومونتير يعني كي جاكم التحضيرات اللي درنا، واي حاجه بغيتوها قولوها ليا في لي كومونتير باش نجاوبكم عليها ان شاء الله. وبالنسبه لللبس ديال العروسه كنفضل انها تلبس يعني قفيطان خفيف ولا جوهره، وما تلبسوش بيجاما، وياكم البيجاما راه هذا نهار التعارف، يعني ماشي زعما تمشيو عادي، راه لبسوا شي حاجه خفيفه وسامبل. اما بالنسبه للمكياج كيكون سامبل وخفيف باش يبين الملامح ديالك، وما تكلفيش على راسك نهار الشوفه باش الناس يعرفوك على طبيعتك. وحتى المكياج يعني خاصو يكون مريح للعين. هنا يبداو كيجيو الناس، حطينا بلاطو فيه الحليب والتمر كما كتشوفوا، وحطيناه ليهم، وبديت كنسخن هنا في الملوي باش غير يساليو الحليب والتمر. كيكونوا جالسين كيهضروا هنايا عاد كنبدا نحط لهم هادشي ديال الطبله. كما قلت لكم من بعد ما كتلقاو لهم بالحليب والتمر، من بعد كيبداو يهضروا الناس هكا شويه، عاد كنبداو نحطوا الطبله. كنبداو بالصينيه ديال اتاي الحليب والقهوه اللي كاين الموجود، وكنبداو نحطوا اللي قسم الله كيكه ملوي مسمن اللي عندكم بغرير، بلاطو ديال صابلي واللوز، داكشي ديال التقاوت حتى هو كيزين الطبله، والتمر معمر حتى هو كيعطي واحد المنظر زوين في الطبله. وبالنسبه لعائله العريس حتى هما كانوا جاوا هذا الشيء، صراحه كبروا بينا الله يكبر بيهم والله يكمل عليهم بالخير يا ربي، ويسر لهم الامور ان شاء الله يا ربي. دعيو معاهم البنات ولعقبال اي وحده ان شاء الله، باش ما كتمنى يا بزواج يا بنجاح يا بخدمه، والله يسهل عليكم والله يسر لكم الامور فاش ما حطيتوا يديكم ان شاء الله يا ربي. وإلا كنتو وصلتوا لهنايا الفيديو كنبغي نقول لكم شكرا شكرا بزاف لأي واحد كياخد من وقته وكيتفرج فيا، راكم كدعموني وحتى أنا كنبغيكم بزاف وبكم مكمله إن شاء الله. خليو لي لي كومونتير، خليو لي القلوبة بزاف، راه كنبغي نشوفكم يعني عندي، وكنحس راسي أصلا كنهضر معاكم. الله يسخر ويتم دور الخير ان شاء الله، الله يتاويهم ان شاء الله، الله يكمل بخير، وان شاء الله نتمنوا الخير بنتهم ونتمنوا غير المستقبل ان شاء الله اليوم جوج، ونديروا واحد الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والعقوبه لكاع البنات ان شاء الله، يا بزواج يا بنجاح يا بخدمه ان شاء الله يا ربي. ما تنساونيش بلايك وبكومونتير، واي حاجه احتاجتوها كتبوها لي في لي كومونتير باش نجاوبكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. كنبغيكم بزاف، بيزو.